لا تخافوا علي، أنا كتير منيحة، على الأغلب ارتفع ضغطي. أمي ما تخافي بنتي، ما شربت الدواي مشان هيك دخت، هلأ بشربه. لا تخافي. دوا شو؟ دوا الضغط بنتي، هو بالشنطة، هلأ باخده. لا تخافي. ليش أنتي معك ضغط؟ أصلي وقفي وقفي، استني هلأ لحظة. باخده. خلاص لا تتعذبي. يا طار خانم شو هاد؟ أصلي بس دقيقة، هاد الدواء مو للضغط. إيه صح، مو للضغط، معك حق. أصلي لا تقولي شي لفرهاد لو سمحتي. كلثوم شو صار؟ كيف وضع أمي هلأ؟ صحيت بس هي مو منيحة أبدا. كيف مو منيحة؟ صحتها تعبانة، عم تموت. أنت معند وهي عم تموت بسببك، حتى ما عم ترضى تحاكيها بنوب. شو القصة يا جيت؟ أنت ما رح تسامح أمي أبدا. نحن كلنا سامحناها، أخي سامحها وأنا سامحتها، قلنا بتضل أمنا، لهيك نسينا كل شي. بس أنت، أنت لحد هلأ ما قلت لها كلمة أمي مرة واحدة بسبب غرورك وعنادك هاد. خلص كلثوم بكفي، خلص ما تحاكي هيك. أمي مع ورم بدماغ فرهاد، خبت القصة عن الكل، نحن من فترة اللي عرفنا. رافضة أن تعالجه، حتى الدواء ما بدها تاخده، كل هاد بسببك. أخي احكي لك شي كلمة، أنت قلت رح تحل القصة بينهم، ومشان هيك ناديت لفرهاد مشان يصالح أمي وتتسكر العداوة اللي بيناتهم. احكي لك شي كلمة. ليش ما خبرتني من قبل؟ لأنه أمي كمان عنيدة مثلك، ما كان بدها إياك تعرف، حتى ما كان بدها أي حدا منا يعرف. أمي أنت منيحة؟ بخير، لا تأكل هم، خلينا نمشي. أخي أنا لازم روح هلا. أنا الشخص الوحيد اللي بيتحمل المسؤولية، حاسبني إلي وما تحاسب حدا غيري. أمي أنا صرت قاتل، عملت أكبر ذنب وقتلت رجال. طيب انسى القصة ابني. رجال نزف كتير يا أمي، بحلفلك مو بقصدي قتلته. فرهاد ابني، انت هلأ رجال هالعيلة، رح تعمل كل شيء لحتى تحميه. بترجاكي خلينا نرجع البيت، رح اشتغل واهتم فيكم، رح ادرس. بترجاكي امي، كل شيء رح يكون بخير مثل ما كان بده ابي. ابوك خلص مات. رافضة انها تعالجه، حتى الدواء ما بدها تاخده، كل هذا بسببك اخي. هيك احسن، هيك ما في ألم وأسهل بكتير. الهرب هو أسهل شي هلا. دائما بتختار الشي السهل يا يتار. أصلا مو أنت اللي جبتينا وإجيتي لهون، رميتي حمل كبير على كتافي من أنا وصغير، وقتها كمان اخترتي الشي السهل. منيح اللي بلشوا بالعلاج بهالفترة عن طريق الأدوية وبس. صح ما بنعرف بأي مرحلة هلأ، بس هيك أحسن. خلص أنتي لا تخافي بنوب، لأنه الدكتورة أصلاً عم يقدم لها العلاج المناسب لحالتها. بس هي ما بدها تاخد الدواء. لو ما بدها ما بتحط الدواء بالشنطة كلثوم. ما عم تاخده، هي بس حاطته بالشنطة منظر، دكتورة هو اللي خبرني.
بس هي رح تتراجع حالتها يوم بعد يوم، لهيك لازم نتصرف. يعني بس لو توافق إنه تتعالج أنا متأكدة بإنه رح تتحسن وبسرعة كتير كمان. طبيعي طبيعي هالشي، أصلاً ما بعتقد إنه الورم بمكان خطير، لأنه وقتها كان طبيبة أكيد ما بيوافق إنه يعمل عملية جراحية أبداً، لهيك ما تخافي. عم تفهمي علي؟ إيه بس بالأول لازم تكون هي بدها تعيش يا أصلي، أمي هي اللي بدها تموت. طيب بس بظن مع الوقت رح يتغير رأيها، ما تنسي المشاكل اللي مرقت فيها، بدها شوية وقت، هالفترة ما عندها القوة. الرجال اللي حبته غدرها ودمر حياتها على الآخر، حتى أنه خانها كمان، ابنها الكبير من جهة وبقية المشاكل من جهة. طبيعي تكره الحياة هلأ، بس مع الوقت رح تغير رأيها وتتعالج. منحكي معها كلنا وأكيد رح تقتنع، رح ترجع قوية مثل قبل، ما تقلقي. ماشي؟ ما بعرف. خليكي قوية شوي جلسون.